السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أول بدنا ناخد اليوم مراجعة سريعة لوحدة الجمع الأفقي والجمع العمودي. بدنا نحاول نشوف كيف نستذكر معلوماتنا في الجمع ونشوف كيف نجمع. عندنا أول إشي نطلع على إشارة الجمع بهذا الشكل، هذه إشارة الجمع 23 زائد 15. أول إشي بنحدد الآحاد ونحدد العشرات 23 زائد 15. كوننا حددنا الآحاد وحددنا الإشارة، إذن هلا بتسهل علينا عملية الجمع. 3 آحاد زائد 5 آحاد يساوي 8 آحاد، و2 عشرات زائد 1 عشرات يعطينا الجواب 3 عشرات، 38. 44 زائد 3 هذه 3 وليس 30، لأن الصفر جاء في منزلة العشرات لا قيمة له. حدد الآحاد وحدد العشرات، 4 زائد 3 يساوي 4 آحاد، و3 آحاد يساوي 7 آحاد. 4 عشرات زائد 0 عشرات أي عدد يجمع أو يطرح بصفر يكون الناتج نفسه، إذن 4 عشرات. 47 12 زائد 57 12 2 و7 آحاد، 1 عشرات و5 عشرات، 2 زائد 7 يساوي 7 8 9 عشرات 9 آحاد، و1 عشرات زائد 5 عشرات 5 عشرات نضيف لها 1 عشرات تعطينا 6 عشرات 69. 37 زائد 21 7 آحاد و3 عشرات 7 آحاد نضيف لها 1 آحاد تعطينا 8 آحاد، و3 عشرات زائد 2 عشرات 3 4 5 عشرات 58. الآن الجمع العمودي 23 زائد 45 3 آحاد زائد 5 آحاد، يلا نضيف، اعمل 3 وضيف لها 5 على إيدك، كم بتطلع لنا الجواب؟ 3 و5 يعطينا، أحسنتوا، 8. 2 عشرات نضيف لها 4 عشرات، يلا ضيف معي 2 زائد 4 بيعطينا 6 عشرات، أحسنتوا، 68. 27 زائد 42 7 زائد 2 7 بعدنا، ضيف عليها 2 آحاد كم بيعطينا؟ 8 9 آحاد. 12 عشرات زائد 4 عشرات 2 بعدنا، ضيف عليها 4 عشرات كم بيعطينا؟ 2 3 4 5 6 عشرات 69. في عملية الجمع بدك تجمع الآحاد مع الآحاد، بيطلع معنا العشرات مع العشرات، بتطلع معك الجواب صحيح. في الجمع الأفقي بدك تحدد الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات حتى يطلع معك الناتج صح. والأهم من هذا كلياته، قبل ما نجمع أو نطرح لازم نتأكد من إشارة الجمع والطرح معنا إيش هي. لهون هيك مراجعة الجمع كانت واضحة لكم، يعطيكم ألف عافية.